وصلنا حديثا هاتف هواوي نوفا بلاس. سنعرض اليوم مواصفات وميزات هذا الهاتف. بالنسبة لأداء الهاتف فقد جاء مع معالج 80 نواة من نوع سناب دراجون 625 بتردد 2 جيجا هرتز وبمعمارية 64 بت، وجاء مع رام بحجم 3 جيجا بايت وبذاكرة داخلية بحجم 32 جيجا بايت وبمعالج رسوميات من نوع أدرينو 506. وقد أتى الهاتف ثنائي الشريحة ومع مستشعر لبصمة الأصابع الذي يسهل استخدام الهاتف ويتيح القيام بالعديد من المهام مثل التقاط الصور وفتح الهاتف وغيرها، وزود أيضا بمدخل من نوع USB-C ويدعم كروت الذاكرة حتى مساحة 256 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرا فقد أتى بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش للثنائي ومع مثبت بصري OIS ومع خاصية التركيز التلقائي أوتوفوكس وبدقة تصوير فيديو 2160 بيكسل بسرعة 30 إطار في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وقد زود الهاتف بميكروفون مزدوج لمنع الضوضاء. وبالنسبة للبطارية فقد جاءت غير قابلة للإزالة بسعة 3340 ملي أمبير، ونظام تشغيل الهاتف من نوع أندرويد مارشميلو 6.0. وبالحديث عن التصميم فقد جاء الهاتف بطول 151.8 ملم وبعرض 75.5 ملم وبسماكة 7.3 ملم، وقد جاء بوزن 160 جرام. وجاءت الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.5 بوصة وبدقة Full HD وبكثافة 401 نقطة في البوصة، وزود بواجهة من نوع Emotion UI 4.1. متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي.